في مكان ثاني حلو كثير ممتع ممكن تستخدموه في اوتوا اللي هو ليدي دايف. ليدي دايف عبارة عن قارب وباص مع بعض بتطلعوا من المكان هذا اللي انتم شايفينه هون، بيطلع القارب من هون الباص وبيمشي فيكو، بنزل فيكو على النهر، بيمشي بالنهر حوالي ساعة زمان، وبعدين من النهر برجع بيطلع على أوتوا، بنزل على قتل وبيطلع على أوتوا. السعر تبعه حوالي 25 دولار زي الكروز العادي، بس هذا مش كروز طويل. الحلو فيه انه بدخل في المي وبطلع. فكرة حلوة رائعة ممكن تسووها في أعجبتكم القناة، بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت.